اهلا بحضراتكم من جديد. عايزين بقى فقره التركيز، الفقره اللي دايما بنتكلم فيها عن الفار روم، عن التحكيم المصري اللي البرنامج ده راهن عليها من اول حلقه ليه، اننا مع التحكيم المصري هنغير ثقافات كتير، هنغير موروثات كتير، هنغير اكاذيب كتير كانت بتتروج ويتقال ان النادي الاهلي بيستفيد بالتحكيم. راهنا وما زلنا يعني نقترب من سنتين بنكسب الرهان، ولكن المرة دي بقى فارس العدالة عند البعض مختلفة شوية، فحابين نفكرهم ان مفهوم العدالة ليك وعليك مش ليك بس. متفق مع المفهوم ده، لان للعدالة وجوه كثيرة. العنوان الشهير ده هو ده. انت ممكن تجتزئ السياق وتقول كلام على فكرة منطقي جدا وبرافو، الكلام سياقه يبدو ليك انه صح، ولكن في جانب اخر من المنطق لما تيجي تناقشه تحس انت ايه ده، خدت جزء صغير قوي من الحقيقه قد كده عشان تسيب باقي الحقيقه كامله اللي لو اتعرضت هتغير اللي قاعد بيتفرج مفهومه بالكامل عن الحقيقه اللي انت كنت مفهمنا انها حقيقه. ازاي اللي بقى انت بتقوله ده بقى اسمه الانحياز التاكيدي بالزبط. او بطريقه بسيطه جدا انت بتشوف بعين صح. واحده ايه اللي ليك، تعال نشوف انت شفت ايه ليك وبعد كده نرد ونوريك اللي عليك. نطلع نشوف فيديو عن التحكيم المصري من وجهة نظر الكابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن خالد الغندور. وزي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي في ارقام، احنا ذكرنا ان اللي ما اتحسبش مش هيعدي تقريبا 10 ركلات جزاء تمام. او 9 ركلات جزاء منهم واحده للزمالك، دي اللي هي وقعت دي اللي هي وقعت من الحكم ووقعت كمان من حكم الفار. ان احنا النهارده فايده الفار ايه؟ لو الفار مش موجود كان هيبقى الوضع شكله ايه؟ دي جزئيه. الجزئيه بتحقق العداله يا كابتن، لازم بيحقق العداله. وانت محسوب لك 3 ضربات جزاء يبقى انت يحق ليك 3 ضربات جزاء وقد يكون مشكوك فيها. بص اللي هيتحسب له لو محسب لك 12 ضربه جزاء بنسبه 99% و98% اللي هيتحسب له 100 ركله جزاء فاهمني ازاي؟ هو بنسبه اكتر من 95% يستحقهم، اللي مش هيتحسب له هو بنسبه كبيره يستحقهم. على فكره يعني مثلا الاهلي كان ليه ركله جزاء ما اتحسبتش، والزمالك كان ليه ركله جزاء ما اتحسبتش. الزمالك ماتش اسوان والاهلي ماتش دجله اعتقد، وفي على فكره في فرق كتير. خلينا نتكلم بهدوء كده ونفند الاراء اللي جايه من خبير التحكيم والكابتن خالد غندور من قناه نادي الزمالك. بيتكلموا عن فكره انا اتحسب لي 12 ركله جزاء 11 منهم صح، ده اللي ليا، فبالتالي الفار اللي منحني 5 ركلات جزاء ده فار عادل وبيطبق العداله. ليه؟ لان بيمنح لنادي الزمالك ركلات جزاء، ده الموضوع. لكن في جمله اتقالت ما كانش ينفع اعديها من الكابتن ياسر عبد الرؤوف، قال ان 95% من ركلات الجزاء في وجود الفار تاكد ان هي صحيحه، وكل اللي حصل في الدوري حتى التاريخ ده هو عباره عن 9 ركلات جزاء لم يتم احتسابهم. انا مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف، هنقف عند 9 ركلات جزاء. بس يا فارس عايزين نوضح بقى الصوره بشكل اخر، اصلا ركلات الجزاء فعلا 11 من 12؟ الصوره الكامله ال 11 اللي اتكلم عنهم كابتن ياسر عبد الرؤوف او اللي اجتزاهم. وعلى فكره برضه عشان تبقوا معانا في السياق، يعني احنا اتكلمنا عن الحياديه وعن اللي المفروض يتعرض وان الحالات بتتقال بشكل ما، فتحب يتعمل فقره تبين لا ان احنا بالورقه والقلم كذا، بس انت اللي عملته ده مش ورقه وقلم، والله انت اكدت اكتر اللي احنا بنقوله على فكره، يعني لما اتبعوا معانا الفقره تاكدوا ان بالعكس كلامنا ان الامور بتتعرض بشكل مغلوط هو الصح. بس انا عايز اقول لك حاجه، على نهايه الموسم المستوى هيتطور. انا معاك، لان في مشاهده وفي اللي بتتفرج كتير بتتعلم كتير. نيجي بقى لفيديو اول فيما يخص الحالات، وهو تحليل كابتن سمير عثمان لضرب الجزاء من العدد اللي اتقال ان هو صح 12 ضرب الجزاء. نشوف ضرب الجزاء الزمالك في بيراميدز وهي لعبة شهيرة جدا، هل كانت صح؟ نطلع ونشوف الفيديو. اما نيجي نشوف دي افضل زاوية كرة جاية، اوكي هنوقف الكرة، بس نوقف هنا الكرة كابتن ايمن جت في ايده صح؟ جت في ايده واضحة. طب لو شلنا الايد دي الكرة هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. الكرة هتيجي في جسمه. لا مش هتيجي، لا هتيجي للعيب اللي وراه. احنا مش مختلفين غير انها بينالتي واتحسبت. طيب انا شايف جهاز انا كتحليلي انا الكرة دي يستمر اللعب. ادي ركلة جزاء برأي كابتن سمير عثمان، والفقرة دي زي ما انتم متعودين احنا ما بنجتهدش فيها. احنا عندنا خبرات تحكيمية تكفي ان احنا نيجي لابسين طقم تحكيمي كامل، ولكن بنجيب لكم دايما الرأي على لسان خبراء تحكيم.
اصل انا خايف تقلب بعد كده تقول انا وجهه نظري كذا ويبقى قاعد قدامك خبير تحكيم وتبقى مش مقتنع بوجهه نظره. طيب ممكن نقول ان دي ركله الجزاء اللي اتفق عليها الكابتن ياسر عبد الرؤوف ان دي اللي هي ال 95%، اللي دي ركله الجزاء اللي مش صحيحه، ال 11 من 12 ركله جزاء صحيحه. طلعنا قبل كده هنا اتكلمنا عن نقطه مهمه جدا وكيف انقذ النادي الاهلي الحكام المصريين في مباراه القمه الدور الاول. قلنا كلام كنا متاكدين منه ان ركله الجزاء دي اللي اتحسبت ضد النادي الاهلي لسيف الجزيري هي من انواع الغطس داخل منطقه ال 18. ده مش رايي، شوفوا الكابتن سمير عثمان لو هو كان حكم كان هيقول او كان هيحسب الركله دي ايه. بص انا بصراحه انا هتكلم الكره دي من وجهه نظري لو انا حكم مش هحسبها، بس هي كره ضعيفه جدا، كره ضعيفه جدا 50% في 50%، فدعم قرار كابتن احمد الشناوي زي هم دعم قرار الحكم وخلاص همشي مع قرار الحكم. نخلي بالك زي ما كابتن احمد قال محمود البنا هنا ما حسبش، استدعاء محمد عادل حكم الفيديو. طب انت لو استدعاك حكم الفيديو ورحت، نعم لو استدعاك حكم الفيديو بص انا هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري وانا بتفرج عليه انا ما فيش دفع. انا لو هحسب هيبقى في ممكن يبقى في خطا من علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي. النادي الاهلي عدى الامر في مباراه القمه عشان ده حكم مصري. الكابتن سمير عثمان كلمه الحق واللي هو مقتنع بيها بدا بيها الكلام، انا لو حكم مش هحسبها. لما اتقال له بقى تعمل ايه؟ قال انا ممكن افكر هي مش على رامي ربيعه، ممكن يكون حاجه علي لطفي، اللي هو محاوله برضه تجميل صوره الحكم المصري. طب خلاص خلينا نقول في النهايه هو قال 50-50. اذا هنا اول قاعده في الفقره دي قلناها قبل كده مرارا وتكرارا ان الشك في صالح الزمالك. شك في صالح الزمالك، فكده عندنا ضربتين جزاء لان مش هعتبره لصالح الزمالك من اصل 12 يبقى 10. طب هل القصه انتهت عند كده؟ لا، عندنا ركله جزاء شهيره حسم بيها النادي الاهلي نقاط، حسم بيها نادي الزمالك نقاط مهمه جدا في المباراه امام نادي المصري، وكانت ركله جزاء سبقها مخالفه كالعاده محدش حب او فكر يشوف المخالفه دي كانت عامله ازاي. وزي ما قلت محمود البنا كان يبدو ان هو مستعجل وعنده حاجه المباراه دي، نطلع ونشوف الفيديو براي خبراء التحكيم في ركله الجزاء الثالثه من ال 12 عشان يبقوا 9 فقط. نطلع ونشوف الفيديو. هناك ركله جزاء مستحقه على لمس اليد ولكن يسبقها مخالفه. ايوه مخالفه من لاعب الزمالك وهي اهداف لاعب المصري. وكان من المفترض على الـ على الـ على الفار ان يقدم له يقول له في ركله جزاء وفي فاول وبيشيك عليهم البنا. الاجراءات دي اللي انا بقولها لك المفترض تتم. ايوه وكان طالما هو البنا راح بس شاف ان في ركله جزاء وشاف في دفع بيخش ويكلم كابتن فرقه وكابتن فرقه كان ليكم ركله جزاء بس عليكم فاول من في فاول قبل منها ويستأنف بالفاول اللي هو على طب ما عملش كده ليه؟ ما اعرفش. طب هل اللقطه بتاعت الفار اللي اتعادت ما عرضوش الفار وعرضوا لمسه اليد؟ معلش احنا غلطنا غلطه كبيره يا اسامه. اتفضل. طبيعي كابتن ياسر ما يحسبش دي. طب. لان دي اللقطه اللي ما بيجيبوهولاش اصلا في قناه الزمالك. ده حقيقي، يعني اللقطه دي اصلا ما بتتجابش يا جماعه. هو بيدور عليها من يوم ماتش الزمالك. صحيح، طالبها بقاله حوالي اسبوع وما اسبوع ايه بقاله شهر وما بتتعرضلوش، فطبعا حقه ان هو ما يحسبش دي من ركلات الجزاء اللي كانت محتسبه وهي غير صحيحه لصالح الزمالك، فاحنا بنعذره. وفي الدقيقه كام؟ وفي الدقيقه كام صح؟ حسمت نقاط مباراه. فاحنا نراعيه برضو ان هو ما بتتعرضلوش الحاجه كامله فما بيعرفش يكون الحكم، فده شيء طبيعي. طب زي الفل، الكابتن خالد الغندور اتكلم عن الفار اللي حسب 5 ركلات جزاء لو كان ما فيش فار ما كانوش هيتحسبوا لنادي الزمالك. الغريب ان المفترض فعلا في وجود الفار ما يبقاش من اصل 5 ركلات جزاء حسبهم الفار 3 غلط. 60% من ركلات الجزاء اللي بتحتسب لنادي الزمالك في وجود الفار ومراجعه الفيديو غلط. طب لو مش موجود فار نسبه ال 60% دي شفناها المواسم اللي فاتت كانت بتطلع ل 70 و80 و90. ده بس الجزء اللي بيتقال فيه اننا لنا 12 ركله جزاء لما كان موجود فار خدنا حقنا من ركلات الجزاء. ادي وجود الفار من اصل 5 في 3 غلط. نروح بقى لجزء تاني مستحيل كانوا يتكلموا عنه. طبعا. طب في وجود الفار ده كان في كام ركله جزاء المفترض تحتسب على نادي الزمالك الحكم والفار تغاضوا عنها؟ نشوف الفيديو. لاعب الزمالك رايح بالشكل ده بيدخل فيه، بص اللاعب بص بس خلاص
شوف بص واضح جدا ان داخل منطقه الجزاء اهي نمشي بقى اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء. يا كابتن احمد لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله الجزاء طبعا قلت ركله الجزاء طيب انا بحلمت دلوقتي ركله الجزاء موجوده مفيش كلام هنا دلوقتي نقف في الحته دي هنا كوع اللاعب في ظهر لاعب انبي بص نمشي نمشي خلاص ده دفع دفع خلاص وافقد وافقد اللاعب توازنه فبالتالي دي ركله الجزاء لم تحتسب يعني دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي اذا النهارده المخالفه موجوده ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب خلينا بس نكون منطقيين ان احنا خدنا ركلات الجزاء اللي في الدوري ما اتكلمناش عن ماتش حرس الحدود اللي في كاس مصر اللي كابتن ياسر عبد الرؤوف نفسه قال ما فيش ركلتين جزاء اللي اتحسبوا للزمالك دلوقتي ما فهمش حاجه احنا بنتكلم في الدوري عشان هما بيتكلموا في الدوري ادي الجزء اللي عليك مش شفته ماتش انبي ركلتين جزاء ماتش سموحه ركله جزاء بس انا عذرك ليه بقى انا عذرك لان دول ما شافهمش الحكم وما شافهمش حكم الفيديو لكن عندنا ركلتين جزاء لا شافهم الحكم ولا حكم الفيديو ولا حتى خبراء التحكيم فبصراحه يعني حاجه منتهى الجمال نستعرض اول ركله جزاء اللي هي ركله جزاء على اشرف بن شرقي في ماتش الزمالك والمقاولين اللي انتهى بالتعادل 2-2 عارف انت اللي يقول لك اقنعني ان دي مش ركله جزاء الاصعب بقى ان الكره دي اتحسبت فاول على المهاجم ليه ضربه بظهره في ايده ملهاش معنى تاني ده قانون تحكيم في ركلات جزاء في مباراه انتهت 2-2 الصوره دي اللي انتوا شايفينها قدام حضراتكم اتحسبت فاول على مهاجم المقاولين العرب لان اشرف بن شرقي لما زقه ضربه في عبد الله جمعه فما اعتبروش الزقه دي حاجه واعتبروا الفاول على المهاجم اللي ضرب في عبد الله جمعه عندنا اللقطه الثانيه اللي برده ما بيحدش شافها خالص ما حدش اتكلم عنها خالص رغم انها واضحه بشكل كبير جدا دهس رجل رامي ربيع سيبك من شده الونش البنون يعني بالزبط. انا اتغاضى عن شده الونش البنون لانها استمرت من اول اللعبه لاخر اللعبه فهنقول الونش كده كان ايه عنده ثقه تقريبا لاخر الماتش لكن دهس رامي ربيع ما خدتش لاخر الماتش خدت دقيقتين اصابه رامي ربيع لا الفار شفى واحنا عارفين طبعا ليه الفار ما شافهاش لان حكم الفار الكابتن محمود عاشور وطبعا حكم الساحه ما شافهاش لان احنا عارفين كابتن امين عمر اهلاوي فمش هيشوفها فدي كمان ما اتشافتش لكن كمان دي بقى صوره واضحه جدا جدا واخد بالك الونش مكمل يا فارس طبعا الونش فضل لاخر الماتش ماسك المسكه دي ما سابش منه ادي صوره ثانيه واضحه فاعتقد يعني الكابتن محمود عاشور انا متاكد ان هو ما كانش هيشوفها وحكم فار احنا لنا موقف كتير مع الحكم محمود عاشور لكن الغريب ان حتى الاستوديو التحليلي ما شافهاش فبالتالي من اصل وفي وجود الفار اقصد خمس ركلات جزاء لم يتم احتسابهم على نادي الزمالك الخمسه يغيروا نتائج المباراه الخمسه يغيروا نتيجه المباراه الفار عادل يا فارس ازاي ده عادل عشان كده احنا يا جماعه اسهل حاجه في الدنيا انك تدي حد جزء من الحقيقه تعالى انا وانت نقعد نقول احنا لنا 12 ضربه جزاء طب والله لا نثبت للناس ان هم صح ونشتغل على الاساس ده اولا ثلاثه منهم طلعوا مش صح تاني حاجه بقى في جزء هو انت عليك ايه ما اتحسبش ما ده انت ما جبتوش حضرتك احنا في الحلقه طالما قلنا هنبين للناس صحه الموقف نجيب بقى علينا ايه وما اتحسبش تاني حاجه بقى تالت حاجه ودي الاخيره الاهلي ليه اصلا وما اتحسبش عشان ساعتها نقيم نشوف بقى ركلات جزاء لصالح النادي الاهلي ولم تحتسب نطلع ونشوف الفيديو عشان كمان تبقوا شفتوا الحقيقه كامله الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام لو هو بيمسك ليه بيقع لورا معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه فبالتالي هنا الخطا موجود وركله الجزاء يعني والفار فين يا كابتن دي حسب ما الفار ما شافش خلاص بقى لعيب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص دي ركله جزاء واضحه ركله جزاء واضحه مش محتاجه ممكن جهاد ما يشوفهاش عشان جاي من ورا بس كان لازم هنا على حكم الفي اي ار كان لازم يستدعيه ويراجع مع الكره ده كابتن ناوي اكيد ركله جزاء ما فيش فيها يعني لعبه مش محتاجه في بدايه اللقطه ببداية لقبة المهاجم المدافع كان عنده اتساع في الذراع وخروج عن الجسم فهنا الوضعية لم تكن وضعية طبيعية في بداية اللقطة ف
فهنا كانت هناك ضربه جزاء صحيحه لم يعلن عنها الحكم الرئيسي. قدم هنا لقدم اللاعب المحلي اهو بالشكل ده اهو. نعم. خلاص حط قدمه امام قدم لاعب محمد داني اللي هيجي فيه. نعم. يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد داني خلاص. نعم. محمد داني لازم يسقط. أي. بالشكل ده. فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. الشيء الغريب ان الفار ما ندهوش. أي. لو انت بصيت لي دي كده دي بالظبط ركله الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي. المسك ان انا ايه الاحتكاك اكون انا بحتك بجسمي بايدي اني انا وعايز اخد الكوره، لكن ايدي انا كره هنا وبلعب الكوره بالرجل اليمين وايدي الشمال بتشد كده، ده بقى اصبح مسك ولابد انه يعاقب عليه. هنا دي كانت لابد انها تحتسب ركله جزاء، وكان لازم حكم الفار يجيب محمود عاشور، ممكن ما شافهاش التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، كان لازم الفار يجيبه ويقول له شوفها. بس هنا بص هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الاهلي. انا كنت متوقع ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكره دي، بس الكره دي ما اتعدتش. دي الكره اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الاهلي كان بيعترض عليها ان ولا حكم الفيديو نداه يعني ولا شاف. دي ضربه جزاء، دي ركله جزاء، دي ركله جزاء. عندك لعيب النادي الاهلي بيجري وفي واحد في ظهره مكمل في ايده، اما تلاقي أما لو جبناها تاني هتلاقي ايد المدافع بتاع المقاولين مكمله. تعالى بقى شوف اللعبة كلها كانت فين. تخيل 7 ضربات جزاء للنادي الأهلي صحيحة بشهادة خبراء التحكيم لم تحتسب، باستثناء ركلة جزاء رامي ربيعة. باستثناء ركلة جزاء رامي ربيعة صحيح. يبقى كده 7 ومعانا 3 احتسبوا، كان النادي الأهلي بقى 10 والزمالك ليه 12 ضربة. لا بعد إذنكم نرجع مش الصورة دي. والزمالك ليه 12 ضربة جزاء، 12 ضربة جزاء منهم 3 غير صحيحين. يبقى أنت كان هيبقى عندك الزمالك 9 ضربات جزاء صحيحة والنادي الاهلي 10 ركلات جزاء صحيح. طب الوضع ده انتهى الى ايه في الفقره اللي عملها كابتن خالد الغندور وكابتن ياسر عبد الرؤوف؟ 12-3 وهو كده بيقتنع انه اداك العدل واداك حقك. شفت ازاي من خلال الاعلام ممكن تستغل عقل اللي قدامك بالاجتزاء وتوريه حقيقه ملهاش اي علاقه بالحقيقه، بس الاهلي خط احمر وفار روم موجودين عشان نوريكم الحقيقه. بص هي نقطه بس بسيطه عشان نكون امناء في العرض، هم ليهم ركله جزاء لم تحتسب ما شافهاش الفار في ماتش اسوان. شفتها هنا بيقول لحق ازاي؟ والله العظيم ضميرك ده بس ماشي انا معاك. فكان المفترض يكون 10 ركلات جزاء للنادي الاهلي ل 10 ركلات جزاء لنادي الزمالك لو في عداله اللي احنا بنتكلم عليها، لكن اللي حصل كان بقى فارق 9 ركلات جزاء لصالح نادي الزمالك. بس هي دي العداله من منظور نادي الزمالك او اعلام نادي الزمالك. الاهم من كل ده ان مفيش ركله جزاء عن النادي الاهلي لا فار جابها ولا حكم جابها ولا حتى خبير او استوديو تحليلي يقول ان كان في نادي قدام النادي الاهلي في الدوري في ال 19 ماتش يستحق ركله جزاء وما اتحسبتش، على عكس نادي الزمالك 5 ركلات جزاء كان المفترض يتحسبوا على نادي الزمالك. ويطلع بعد كل ده الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بيقيم الحكام بيختار 2 فقط لغير من ضمن الحكام، بيقول هم دول الافضل، الحكم الصباحي والحكم الحنفي اللي احنا اساسا استعرضنا ركلات جزاء انبي اللي ما اتحسبتش لصالح انبي ولا ركله جزاء سموحه اللي ما اتحسبتش لصالح سموحه. فحتى الحكم المميز عند الكابتن ياسر عبد الرؤوف هو الحكم اللي هيجامل نادي الزمالك. مهم جدا يا اسامه الفقره دي، وبعتقد ان هي لازم تشوفها كامله على بعضها عشان تعرف ان الحقيقه مش اللي عايزينك تشوفها كحقيقه، الحقيقه هي اللي بتتقال دايما في الاهلي خط احمر. ونوعدكم دايما لو حد حب يزيف الحقائق هنكون حاضرين وبالرد. نشوفكم بعد الفاصل، واوعوا تروحوا في اي حته لان معانا فقرات شيقه جدا.